ابو عبد الرحمن، الاتحاد امس استحق الفوز مستوى نتيجه والتاهل النهائي بالدليل انه النتيجه 3-2. انا اعتقد شوف مباراه امس كانت فيها شوط وشوط، لكن اول شيء نبارك للاتحاد حقيقه التاهل الى المباراه النهائيه، نبارك ايضا لجماهيره، للاعبيه، لادارته، لكل من يعني وقف خلف الفريق حتى يعني اصبح اليوم في الطرف ثانيا في نهائي كاس سمو ولي العهد. ايضا نبارك قبله للنصر حقيقه اللي استطاع ايضا ان يتاهل الى النهائي، وانا اعتقد انه النهائي مثالي عطفا على مستويات الفريقين في الدور الاربعه. انا اعتقد انه النهائي مثالي ويستحق فعلا، وسيكون ان شاء الله تعالى في مستوى التطلعات والتوقعات. لكن ان تحدثنا عن مباراه الامس، انا اعتقد ان الاتحادين يعني لعبوا مباراه جميله وكبيره، خصوصا في الشوط الاول كان من الممكن ان تنهي المباراه يعني بكم الفرص الكبير اللي هدره الاتحادين في الشوط الاول. الاهلي صح متاخرا وعاد، لكنه حقيقه بالرغم هذه العوده ايضا لم يستثمرها بشكل جيد من خلال الانهيار اللي حصل في الاتحاد بعد الهدفين. ردينا ايضا يعود الى وضعه السابق اللي كان هو المباراه. في النهايه لم يحسم هذه المباراه سوى كور ثابته في دلاله اكيده على ان المباراه كانت مثار يعني اعجاب الكثيرين. توبعت المباراه حقيقه ردود افعال واسعه. الاتحاد يتحصل على مبتغاه في الوصول للمباراه النهائيه بعد ان يعني ايضا ربما انه استطاع انه يكسر يعني عدد سنوات عدم فوزه على الاهلي، وهم كان يرجوه الاتحادين سواء على مستوى البطولات المحليه او نفس البطوله تحديدا. لكن انا اعتقد انه الاتحاد في هذا الموسم حقيقه يملك عناصر واوراق فنيه مميزه، وظفت بشكل جيد، استطاعت ان تصل الى اهدافها من اقصر الطرق. سرعه كره الاتحاد، روح الاتحاد الحاضره، المجموعه رغم انه فيه يعني بعض الخلل الفني، اعتقد انها هي من كسب في النهايه. الاهلاويين بالتالي انا اعتقد عليهم ان يراجعوا كل هالحسابات وان يبحثوا فعلا في الاسباب، ان يسعدوا بما قدم الفريق في الشوط الثاني، وان يتساءلوا لماذا لم يكن جيدا في الشوط الاول. عفوا يعني انا اقبل ان اقول الاتحاد في الشوط الثاني ارتخى كونه مسجل هدفين، لكن انا ما اقبل انه يدخل فريق بطل كالاهلي في مباراه مثل هذه المفصليه ويكون يعني بهذا الشكل في الشوط الاول بهالبرود حتى يعني يتخلى بهدفين ثم في النهايه يفقد. انا اعتقد حتى على مستوى العناصر خان الاهلي بعض العناصر الغائبة، لكن في النهاية الاتحاد استحق هذا التأهل. نعم، نعيد ونبارك له مرة أخرى هذا التأهل، ونتمنى إن شاء الله تعالى نهائي مثالي إن شاء الله تعالى. نقول الاتحاد خصموا منه 3 نقاط ففجر غضبه في شباك الأهلي. والله إذا كان خصمها في كأس ولي العهد ما في مشكلة. لا لا، عموما الاتحاد يعني من خلال تعرضه لمشاكل كبيرة طبعا بالتأكيد، نرفع له القبعة احتراما وتقديرا لما يقدم هذا الفريق في ظل الإمكانيات أحيانا المتوفرة وفي ظل المشاكل اللي تعرض لها. يعني الضغط الكثير يولد الانفجار. صحيح. أنا أعتقد اللاعبي الاتحاد تحديدا يعيشون بمعزل تماما عما يدور داخل الإدارة. شوف رغم أنه في مشاكل مالية، واضح، رغم أنه في متأخرات على اللاعبين، لكن عندما يتقابل اللاعبون ويتعهدون على أنهم يؤدون في النهاية اللاعبون هم من يصنعون الحدث، يعني مع التقدير لكل من يطرح، صح المدرب يحمل جزء، صحيح الإدارة تحمل، لكن من يركض داخل الملعب هو من يصنع الحدث ومن يصنع الفرح. نعم، كابتن فهد.